السلام عليكم. أنا في مطار غافويك الآن، حاجة لفتت انتباهي حبيت أن نحكيها لكم باختصار. شوف هنايا، تشوف العائلات مريحين مع أولادهم في الكراسة، الهنودة، باكستان، بنغلاديش، الفرنسيين قاعد يتكلموا لغاتهم. الفرنسي يتكلم مع أولاده بالفرنسية، الإنجليزي يتكلم مع مرته وعائلته وأولاده بالإنجليزية، الباكستاني، الهندي، كل الجنسيات إلا العرب. العرب تشوفهم يخاطبوا في أولادهم، مغاربة الآن يهضروا مع أولادهم بالفرنسية ركيكة ركيكة جدا، حتى أنه أصحاب اللغات الأصلية ينبهروا كي يشوفوا هذه الناس هذو يرتكبوا جرائم في حق لغتهم. تشوف ثاني عائلات أخرى فلسطينيين، تشوف خليجيين، كثير من الجنسيات يحاولوا يتكلموا مع أولادهم مع عائلتهم بلغة ركيكة إنجليزية أو فرنسية. يعني السبب يبقى غريب، لماذا العرب يستحون بلغة الضاد؟ والله العلي العظيم غريبة صراحة. كل جنسيات العالم يتكلموا لغاتهم إلا العرب مستحين بلغة الضاد، منهزمون نفسيا في قرارة أنفسهم، منهزمون. لماذا كل هذا الانهزام؟ لغة يتكلم بها ممكن ما يفوق النصف مليار شخص، تحت المركز الثالث في عدد في التداول والاستعمال عالميا. وش هي الحاجة اللي تخليك تستحي منها؟ وش هي الحاجة اللي تخليك تستحي من لغة القرآن؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ممكن 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 الأمة العربية نست التاريخ تاعها، نسات التاريخ تاعها، نسات باللي الغرب هذوم وأولادهم يدرسون أولادهم تاريخ الأمة العربية. الأمة العربية نسات تاريخها. لهذا السبب راهي تعيش ممكن أزمات نفسية وفي الواقع، فأصبحت تستحي من لغتها. لا حول ولا قوة، والله منهزمون. شيء يخليك تخجل من نفسك لما تشوف عرب هنا في المطار يتكلمون لغة غير لغتهم، والجنسية قاعد يتكلموا بلغاتهم، الإسباني يتكلم بالإسبانية، كلهم يتكلموا بلغاتهم مع أولادهم مع عائلتهم إلا العرب. تستحي والله العلي العظيم، غير تخجل من نفسك.